هذا مشهد لا تراه كل يوم. أن ترى شخصاً مستيقظاً ويعزف أثناء خضوعه لعمل جراحي في الدماغ. هذا الإجراء يتم القيام به عندما يحتاج المريض لعملية استئصال ورم موجود في الدماغ، خاصة إذا كان الورم موجوداً في الدماغ في أماكن قريبة من مراكز التكلم أو الرؤية أو الحركة. تسمح جراحة الدماغ مع اليقظة للجراح أن يعرف تحديد أي من مناطق الدماغ تتحكم في تلك الوظائف، ومن ثم يمكنه تجنبها وإزالة الورم فقط دون الإضرار في تلك المناطق. قبل الجراحة، قد يطلب جراح الأعصاب أو أخصائي علم النطق واللغة تحديد الصور والكلمات على البطاقات أو على الكمبيوتر بحيث يمكن مقارنة الإجابات في أثناء الجراحة. بمساعدة مسبار خاص، يتم مسح أنسجة المخ بكل مليمتر. يطرح الجراح على المريض بعض الأسئلة ويراقب النشاط في دماغه. إذا كان هناك اضطراب قصير في وظيفة الدماغ المختبرة في نقطة معينة، فإن الجراح يعلم أنه غير مسموح له بالعمل في هذه النقطة.